السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة، يا ريت تشترك معانا في القناة وتبقى ضيف دايم عندنا، وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، لأن الفيديو دوت مهم جدا يوصل لعدد كبير من الناس. الفيديو مفاجأة مدوية، اعتراف خالد الغندور بنفسه إن الفيديو صحيح، وأقول لحضراتكم إزاي. لكن يا ريت تعمل لايك، لانكم انتوا بتنسوا اللايك وبلاقي مشاهدات كويسه بس لايكات قليله، واللايك ده بيوصل الفيديو، ممكن يوصل الفيديو لناس كتيره تقدر تشوفه، وناس يهمنا ان هم يعرفوا التفاصيل. وفي كمان انا عايز اعمل معاكم لايفز يا جماعه، بس مش هينفع اعمل لايف على القناه ديت، فعندي قناتي اسمها قناه دوائق من الطبيعه، ممكن اعمل معاها لايف، بس عايزه توصل ل1000 مشترك، لحد دلوقتي ما وصلتش، وطلبت من حضراتكم كتير، يا ريت هي تظهر هنا وموجوده في صندوق الوصف وموجوده في اول تعليق، وهتلاقوا كل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا منهم صفحه الاهلي نادي القار. المفاجاه ان خالد الغندور بعد ما ورد مرتضى منصور خدوه سحبوه على الهواء، عشان طبعا قبل كده كانوا بيدوا في الاير بيس لاحمد جمال، وكانت فضيحه مدويه، ولكن هم قالوا لخالد الغندور اطلع فاصل، رجع بعد الفاصل غير كلامه خالص. لكن قبل ما احكي الموضوع هقول لكم الاول على فقره كوميديه حصلت مع نيره الاحمر. نيره الاحمر دي بنت كده كيوت جميله، زي يعني من يعني مش عارف رايحه قناه الزمالك تقريبا غلطه، كانت مستضيفه ناقد مغربي واسمه منعم بالمقدم، عشان يتكلم عن حظوظ الانديه الاربعه في التاهل للدور النهائي. وطبعا هي قالت له في الاول احنا اشرف بن شرقي وبنحب اشرف بن شرقي ونجم عشان خاطر هو مغربي، يعني ان يجي في صف الزمالك ما علينا. طبعا هو الراجل المغربي كان في صف انديته تماما يعني. فاول ما اتكلم ادها الصدمه المتينه، بيقول لو اتكلمنا عن الانديه الاربعه في التاهل فكفايه ان احنا نتكلم عن وجود الاهلي نادي القرن الافريقي. البنت وشها راح 100 لون، بنت اتحرجت جدا ومش ايه اللي الراجل بيقوله ده دلوقتي مرته هيتصل بيا دلوقتي ويعمل لي فيلم كبير، انا عملت ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي خلاني استضفت الراجل الغريب ده؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ده احنا عمالين نحارب علشان نقول انه احنا نادي القرن، انت اول ما تخش كده تصدمني وتقول لي الاهلي نادي القرن. طبعا هو بعد كده قال لها ان حظوظ الانديه الاربعه بعد لعب المباريات في دوله محايده بقت متساويه، لان كان قبل كده لو اللعب في مصر بيبقى فيه فرصه الانديه المصريه بتبقى اعلى، لكن ان يكون هيتلعب من ماتش واحد فكده كل حظوظ الانديه الاربعه متساويه. لكن طبعا الجزء كان الظريف ان الموضوع في الموضوع ان هو قال لها ان الاول صدمها وقال لها أول ترشيح كان الأهلي، وقال لها صراحة الأهلي نادي القرن الأفريقي. الجزء ده على فكرة لما هم جابوه على اليوتيوب خطفوا الجزئية دي خالص، يعني هتلاقوها مخطوفة خالص. نتكلم بقى عن خالد الغندور. كان الملحوظ امبارح في قناة الزمالك غياب فرقة هزاز الرؤوس، الجماعة اللي بيعملوا كده اهو امبارح قالوا لهم لا انتوا معلش احنا مش محتاجينكم بقى. انتوا بتيجوا تنيلوا الدنيا وبتقعدوا تخبطوا في اي كلام، والناس ما بتحبكمش، والناس بقت عارفه انكم كدابين، واحنا متشكرين بقى ما تجوش انتوا النهارده، احنا في ازمه والراجل شكله كده هيتعلق من رجليه، وانتم بتيجوا تزودوا الطين مبله وبتقعدوا تخبطوا، فاحنا مش محتاجينكم النهارده. فكانت مقتصره الحلقه على فاروق جعفر وعلى استضافه تامر عبد الحميد اللي هو دونجا في القناه، لان هم دلوقتي بيستقطبوا كل اللعيبه القدام اللي كانت بعيده، حتى اللي بعدت عن الوسط الرياضي خالص علشان خاطر يبقوا ظهير ليهم. فطبعا ما حضرش كل الهزازين الروس اللي انتوا عارفينهم، الناس اللي بيجيبوهم دول اللي هم عارفينهم انتوا، محمد الشرقاوي على محمد رجب على انا مش عايز اقول اساميهم بصراحه، لان بصراحه هم يعني انا مش عارف دول نقاد ازاي يعني وضميرهم بتنام ازاي. من المعروف ان الغندور من اكبر المدافعين عن مرتضى منصور، ولكن هو جه كحاله عماه. طبعا هو ادعى الشرف وقال لي ان بتجيله صور لعيبه يا عيني من انديه اخرى في مواضع مش كويسه، ولعيب بيرقص، ولعيب سهران مع واحده، ولعيب معرفش بيشرب شيشه، ولعيب بيشرب خمره، وانا ما برضاش علشان ضميري ما برضاش اعرض الحاجات دي. طبعا لعيبه اخرى دي هو يقصد بيها خالد الغندور تحديدا لعيبه نادي واحد، لكن انا احب اقول له لو بتقصد لعيبه الاهلي فمعظم لعيبه الاهلي على مدى التاريخ
99% منهم، مش هقول لك 100%، لان كل قاعده لها شواذ، بيبقوا ملتزمين ومحترمين، واللي بيروح الاهلي مش ملتزم بيلتزم، واذا ما التزمش بيبقى مصيره زي لعيبه كتير قوي حتى لو كانوا مستواهم احسن لعيبه في العالم، فالاهلي بيستغنى عنهم بسهوله جدا جدا جدا. طيب انت بتقول انا ما كنتش بعرضها، واللي كنت بتعرضوه عن كهربا كان ايه؟ كان حلويات بالسكر، كان حلاوه بالسكر لما كنت بتعرض كهربا، وكان رئيس النادي اعرض يا خالد، هات صورته يا خالد، هات صورة كهربا. ما هو ده مثل، ولسه اول امبارح ده كان ايه. طبعا بدا هو دفاع عن مرتضى، وروى روايه غريبه كده، بيقول ان ايه، ان السنه اللي فاتت كان مرتضى لسه هو قافل التليفون مع مرتضى، ولقى رساله من مرتضى بيقول له انت يا خالد بكره ما اشوفش وشك في القناه تاني، وبعدين انا اتصلت قلت له وانا غلطت فيك يا سياده المستشار في حاجه، وسياده المستشار قال له لا انا ما بعتلكش رسائل يا خالد، ازاي يا خالد جات لك رسائل؟ هقول لك بس افكرك بالحكايه بس يا خلود يا حبيبي، اصل انا قاعد لكم، قاعد لمرتضى دوت من امتى؟ من زمان قوي، ومتابعه من زمان قوي ما تقلقش، فانا عارف عنه كل حاجه. الفتره دي يا بيه مرتضى منصور كان بعت شتايم كده في ليله ونونه تقريبا، او كان قاعد رايق مع نفسه وقعد بعت شتايم لمصر كلها، علي جمعه ونجيب ساويرس، او الله اعلم هو كان بعت رساله لحد وحب يبرر الموضوع، فراح بعت رسائل للناس دي كلها. وبعدين جه تاني يوم قال لك مش انا اللي بعت، قعدت يعني ده التليفون بتاعي يا بيه بيقعد يترقص ويبعت لوحده، ده ابو سنيده يا بيه مسيطر على التليفون بتاعي وبيبعت منه رسائل للناس، ده ابو سنيده يا بيه عايز يعمل فتنه طائفيه، هو مش نجيب ساويرس دي مسيحي وعلي جمعه مسلم، يبقى هو عايز يعمل فتنه مع المسلمين والمسيحيين، رغم ان انت اللي انت اللي بعت للاثنين، بعت للمسلم وبعت للمسيحي. طبعا خالد الغندور قال لك انا شاهد على الواقعه ديت، وانا جات له مني رساله، قول يا خالد مش جات لك مني رساله؟ طبعا انا خالد قال له اه صح وصلتني يا ريس. طيب خالد بقى جمله لذيذه قوي هي اللي تثبت كذب مرتضى منصور وان تليفونه مش مخترق. خالد الغندور قال لك ايه؟ خالد الغندور قال لك ايه بقى؟ قال لك بصراحة اللي بيحصل في تليفون رئيس الزمالك ده أول مرة أشوفه في التاريخ، أول مرة تشوفه في التاريخ. طيب تمام أهو كلام صح، كلام معقول أهو. طبعا هو بيبرروا ليه شغالين على الرسالة وإحنا بنتكلم في فيديو، لأن الناس لما جاب الفيديو راح جايب رسائل من أبو سنيدة على موبايله ومكتوب فوق مرتضى، وبعد كده راح مسحها وقال لك لا ده ابو سنيده اللي بيبعت من تليفوني، وفي نفس الوقت يقول لك ده اصل ابو سنيده لا ده بعت لي من تليفونه بس انا مسجله عندي باسم مرتضى، قصص كده. طيب انت يا خالد غندور بتقول ان اللي بيحصل في التاريخ ده اول مره يشوف في التاريخ، التليفون اللي عند مرتضى منصور وده شخصيه عامه زي ما انت بتقول، وراجل برلمان وراجل دولة والكلام ده كله، لما بيحصل فيه ده كله وممكن يعمل كوارث زي ما انت بتقول، ليه ما لجأش لشركة الاتصالات ده اولا تحللوا الموضوع ده تاني؟ طيب الحاجة التانية، ليه ما غيرش الرقم؟ هو مرتضى منصور مجهول انه لما يغير الرقم والناس مش تعرف توصله، اللي هو الناس المهمين ليه؟ والله انا هغير رقمي، انا اهو بعملها رقم ناس عرفته وناس بتضايقني عليه، مش بقى مستولين عليه وبيبعتوا شتائم للناس، احنا نتكلم بالعقل، رقم الناس مستولية عليه زي ما انت بتقول وواحد تاني بيستعمله، ده لو رقم ذهب انا هرميه، ده بيجيب لي مشاكل، اروح اجيب رقم تاني واجيب ارقام الناس، وانا كمرتضى منصور يا سيدي ده انا لو كتبته على القناة هنقول عشان الخصوصية مش هنكتبه على القناة، هقعد واحد يتصل بالناس، ده الرقم الجديد بتاع معالي المستشار مرتضى منصور، ده معالي المستشار بتاعكم يعني،
ده الرقم الجديد يا السعودية، مش هيكلفه حاجة، لكن انك انت، لكن ان رقمك يبقى مسيطر عليه زي ما انت بتقول كده، ده يكلف البلد كوارث. ده غير ان شركة الاتصالات نفسها، وهي غالبا موبينيل على فكرة، قالت ما فيش حاجة زي كده، قالت ما فيش حاجة زي كده، ما بيحصلش حاجة زي كده. خالد الغندور طبعا قال لك ان الاهلي لازم نتأكد طبعا، هو بيقول ان الفيديو بلبس شتوي، وده حقيقي واضح انه بلبس شتوي لان اثناء ازمة كهرباء. طيب مش ازمة كهرباء كانت في الشتاء؟ طيب مين اللي سرب؟ قال لك انا ما بدافعش بقى ايه على نادي على رئيس نادي الزمالك، انا بدافع عن الحق. هو مين اللي سرب الفيديو وهو في الشتاء؟ يعني انت بتعترف اهو ان الفيديو صحيح بس اتصرف في غير ميعاده، دي حاجة. راح جاب الخلاصة وقال لك ايه؟ على كل حال في نائب عام عاوز يحقق، ومرتضى منصور نفسه عايز تظهر الحياة، خلاص يروح للنائب العام. انا بقوله بقى يروح للنائب العام ويطلب اذن بالتحقيق. طبعا في الحالة دي ساعة ما قال الكلمتين دول راح قالوا له احنا هنطلع فاصل، نطلع فاصل، لان طبعا ما عرفوش يلقنوه، لان لما لقنوا احمد جمال كانت الفضيحة علني وكان الصوت واضح قوي. طلع فاصل ورجع بعد ما قالوا له ايه اللي بتقوله ده؟ رجع قال ايه؟ هو رئيس الزمالك مش متهم، المتهم هو اللي سرب الفيديو. طب ايه رأيك بقى ان ممكن يكون مرتضى نفسه هو اللي سرب الفيديو؟ ايه رأيك؟ يكون مش هو قال لك مرة مفاجأة وطلع ما فيش مفاجأة، انه راح وزارة، طلع المفاجأة انه راح وزارة التموين يسجل عيل من احفاده على البطاقة، وقال لي وعمال يشغل الناس بقضايا، يمكن هو اللي عايز يشغلنا بالقضية دي. قال لك الصوت متركب، وايه دخل كهرباء على الخطيب على البلد ما فيهاش راجل؟ طب ما هو يا بيبي يتكلم على أزمة كهرباء، وان كهرباء خلاص راح الاهلي، وهو شايف انه خسر القضية، فعشان كده شايف انه له حق، وان محدش في مصر هيديله حقه، ده بالنسبة له في موضوع كهرباء. فطبعا قال لك ايه؟ قال لك دي البلد ما فيهاش راجل، انها تجيب حقي انا مرتضى منصور في ما هو الكلام كله راكب على بعض يا عم خالد، الكلام كله راكب على بعض. قال لك بقى ايه حاجة تانية؟ قال لك ان اللي كارهين الزمالك هم اللي عايزين الفيديو يبقى صحيح. كارهين الزمالك؟ هو خلاص الزمالك النادي العريق العظيم، وشوفوا كلامي يا زملكاوية، كلامي واضح والله، احنا ما تحلنا بطولة من غير الزمالك، وكان قبل كده الاسماعيلي وزعلانين على الاسماعيلي والمصري والترسانة والمحلة زمان، الفرق العظيمة دي اللي كانت بتخلي المنافسة حلوة، وان تبقى المنافسة للامطار الاخيرة مش فرق 17 نقطة للاهلي و15 نقطة للاهلي. قال لك ان اللي بيكرهوا الزمالك هم اللي عايزين الفيديو ده يبقى صحيح، عشان ايه؟ عشان بيكرهوا الزمالك. هو خلاص الزمالك اتلخص في شخص مرتضى منصور، ومرتضى منصور هو بقى الزمالك؟ كل بجاحة بقى يقول لك ايه؟ على كل حال هو مرتضى منصور اتقدم ببلاغ ضد محمود الخطيب. الله، ضد محمود الخطيب، ومحمود الخطيب المجني عليه، انت شايف؟ طبعا هو راجل قانون وبيلعب بالقانون وبيلعب بالبلاغات، ودي شغلانته، ومتحمي في الحصانة، هو ينزل ساحة القانون بقى من غير حصانة، هو بيروح يشتكي الناس ويجري، لكن تعالى كده بقى ينزل ساحة القانون يرفع الحصانة عن نفسه كده وينزل ساحة القضاء قدام الناس هيخسر. طبعا واتكلم بقى، طبعا دخل ايه كلام بايخ وماسخ عن نادي القرن، ويقول لك انت، وبيلهينا بقى عن القضيه الاساسيه، ويقول لك ان نادي القرن انت مش انت نادي القرن عشان اللي اداها لك مصطفى مراد فهمي. يا سيدي يعني انا مش عارف والله، انا عايز اقول لك كلام كتير بس ادبي يمنعني. قلنا لكم الف مره، ده تذكرتير عام ده في مجلس البليلة بتاعكم، هو ينفع الموظفين هم اللي ياخدوا قرار؟ ده بيكتبوا، ده في ده سكرتير عام بيكتب وبيدي، ودول اعضاء اتحادات، اتحاد الافريقي اعضاء الاتحادات من كل الدول، وفي مكتب تنفيذي وفي ناس بتراجع،
هي عزبة زي عندكم، القرارات بتتاخد من شخص واحد وبيمضي شخص تاني عليها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طبعا كل دوت خالد الغندور بيلهينا عن القضية الأساسية، الشتايم والبذاءات اللي طالت مصر كلها، واللي بإذن الله وإذن الله وترجينا وكلمنا وقلنا كتير الأمر دلوقتي هيبقى في إيد مجلس النواب، لأن غالبا معالي النائب العام هيطلب مرتضى منصور ويطلب رفع الحصانة عنه، لكن الإجراءات الله أعلم هتوصل ليه. على كل حال أسيب لحضراتكم وأختم معاكم بكلمة للمحترم الخلوق وائل جمعة، وأنا اليومين دول مركز على كلمات الجميلة لوائل جمعة عشان هجومه غير المبرر عليه لمجرد إن ساند محمود الخطيب. بقول له وائل جمعة بيقول لك نص جمالك في كلماتك والنص التاني في الأخلاق، فالكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. أترككم في كل خير وسعادة، وأشكر حضراتكم على متابعتي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش، لو كنت نسيت تعمل لايك في الأول اعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد، وفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. أشكر حضراتكم، أتمنى أن نراكم في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.